متابعين الكرام على الأرضية الأشبية مسافة 1800 متر. هذه الأرضية التي أيضا تعتبر من أفضل أرضيات العالم على مستوى الأرضية العشبية، مضمار ميدان الذي فرض نفسه على خارطة العالم، كما بالفعل خطط لذلك من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي بالفعل وضع هذه الاستراتيجية لكي تكون أيقونة العالم، لكي تكون قبلة العالم في رياضة سباقات الخيل، لكي تكون هنا حاضرة وطموح ومطمع ومطمع والانطلاق لشوط بطولة دبي تيرف. متابعين الكرام لمسافة 1800 متر جروب 1، هنا بالفعل هنا الأميرة اليابانية حاضرة، ولكن أمام من؟ دريم كاسل منذ البداية، الموند اي بالفعل يتجاوز دريم كاسل وسعيد بن سرور بن فرانكل على دبوي، خليط من دماء فيه شيء من أبيه، وبالتالي لدينا سانشيري دريم القادم من المضامير البريطانية بالشعار الإماراتي لسيد عبدالله سعيد بالحب. هكذا بالفعل كما نشاهد الآن فرانكي دي توري بعصارة السنوات بالخبرة الكبيرة يحاول وضع without power في قلب السباق، في قلب المنافسة، في قلب الصراع، لغاية الآن تسير بهذه الصورة، وبالتالي لدينا نزال، لدينا استبسال، لدينا رؤية لآي كان فلاي، لغاية الآن في آخر الجياد كما نشاهد، كما نتابع هذه المهرة المدللة لإيدن براين وريان مور، بالفعل ينتظر قادم اللحظات، ولكن لدينا وطن، وطن، وهنا بالفعل يوم الوطن ويوم الأوطان، يوم كبير، هنا تحركت، هنا تحررت، ولكن without parol، without parol، الأميرة اليابانية، البرنسيسة اليابانية، الموند آي، هكذا تسير، هكذا تطير، هكذا تمارس هوايتها، هكذا تسطو عليهم، هكذا بالفعل تقدم الأداء، البرنسيسة اليابانية، ويلكم تو دبي وورد كاب، نعم المونديال، بطلة بجدارة، بطلة اليابان، هنا بطلة الآن في يوم كبير، في يوم العالم، في كأس دبي العالمي، المونديال بالفعل فرحة يابانية عارمة، هنا في ملتقى العالم، هنا فرحة العالم، هنا فرحة سيد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عندما يفرح العالم والزوار هو بالفعل سعيد بما يشاهد من هذا الإنجاز. الله 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 على ملتقى العالم في عام التسامح، في وطن التسامح، ويلكم تو دبي وورلد كاب المونديال.